من الطيار الايطاليه باش يساندوا الفريق ديالنا. الحمد لله كتجي لهنا حتى تقطع ثغره كتبقى الدراري عندهم اي حاجه تراب قواش اي حاجه كتاخذها من هنايا بثمن مناسب عند خونا حداقه. الحمد لله حنا ما حنا قطعنا وجينا نسيبورتيو الفريق ديالنا من خارج البلاد الا وغان ان شاء الله مربوحه. الجيش الملكي ان شاء الله حنا ما حدنا الجمهور ديالنا معاه وكيساندوا الا وان شاء الله غادي نتكاليفوا. الطوارئ العسكريه الحمد لله غادا بنظام وانتظام، الحمد لله عاطين صوره زوينه على البلاد. حنا لهيا في الجاليه الايطاليه وكنشوفوا داك الشيء، الحمد لله داك الشيء غادي كما هو. ايه هما مرحبا بهم، هما مادام جاو للبلاد الا حتى هما باغيين يسيبورتيو الفريق ديالهم، والحمد لله حنايا ان شاء الله غدا مربوحه. ما حنا عندنا الفرقه ديالنا واقفه، حنا راه تايقين في الدراري الحمد لله. لي جون راه مازالين دراري صغار واقفين على الفرقه، الحمد لله حنا راه يوما الاولين في البطوله وان شاء الله غادي نتكاليفاو بجهد الله. الجيش الملكي كلاش ان شاء الله، وكنتمنوا وكنطلبوا من الدراري الداخل عليهم ان شاء الله باش أربعة إن شاء الله بحضرة ربي المنصور، علاش الأربعة ما كنردوش فال فال أحسن فال أخويا بحضرة ربي المنصور على مالك روحي أربعة فال إن شاء الله مربوحة. نتمنوا من الدراري إن شاء الله يحرموا داك الضغط ويعرفوا النتشون إن شاء الله ومربوحة إن شاء الله أربعة فال كما قالت مرحبا اللي كبير إن شاء الله واللي ما عمره غادي يكون إن شاء الله، وكاين واحد 40000 حتى 50000 كنتمنهم الله ان شاء الله يكون كل شيء بخير. واش نقول لك اخويا، راه حنا راه ما متحمسين بزاف للدومي فينال ان شاء الله، ولا شفنا الفينال ولا شفنا ان شاء الله نشوفوش بلاكوب، وان شاء الله مربوحه هذا العام هذا الكاف والكاس وتشولاشي ان شاء الله. تحياتي لجميع كافه الجماهير العسكريه في ارض الوطن وخارج ارض الوطن، تحيه نضاليه للاخوان اللي كاين وراء السجون الصحراء، تنتمنوا لهم راهو قلوب لا معاهم اهم عنصر يا رب واحد هزيمه قاسيه في الجزائر. رقم جوج الجمهور يحج بكثافه باقتناء التذاكر من اجل مسانده الفريق طوال 90 دقيقه. الفريق مطلوب مش بشيء واحد هو الفوز، ولا شيء سوى الفوز. في هذا اللقاء هنالك العديد من الصحافه، العديد من الاسهم، العديد من الحوارات الشيقه التي سنراها داخل رقعه الملعب من طرف اتحاد العاصمه ومن طرف لاعبي الجيش الملكي. هذا اللقاء لقاء خاص ومناسبه كرويه وعرس كروي بمدينه الرباط عاصمه المملكه المغربيه. ومن هذا المنبر ننطلق للعنصر الاهم والمهم. من بعد هذا اللقاء ان شاء الله عندنا لقاء اخر بمدينه الدار البيضاء، وبعد قرار الوزير انه بمنع القرار الذي اتخذه بعد ان اتت جماهير الوداد الى الرباط وبعدها اخرج القرار، فاصبحنا تنشريو مثلا التيكي ديالنا وباش نطلعوا لكازا تنتمنوا. هذه في حد هذه رقم واحد. رقم جوج، ما كاينش واحد التضامن ما بين السلطات انه مشى الله الكورتاج يمشي مقاد من الرباط لكازا وما تكون تما حتى شي اختلالات، ما كاينش هادشي. التنظيم تيكون سوء التنظيم داخل الملعب وقبل خروج الملعب، وغدا ان شاء الله غادي تشوفوا هادشي على عينيكم. الجنابات عندنا من 3 حتى ل 15 تكون فيهم واحد الضغط رهيب، ضغط رهيب، ضغط رهيب من طرف الناس اللي تخدمونا. هما في الاصل هما تخدمونا، تخدمونا ان شاء الله ترتبوا لنا ان شاء الله ندخلوا حنايا بواحد السلاسه ان شاء الله. تنتمنى من الله عز وجل انه الحل ديال كازابلانكا تكون الجمهور كامل تيهضر حاليا على كازابلانكا، لانه الماتش البراج كيف ما تنقولوا ماتش ديال البطوله هو اللي عندنا ان شاء الله. وهذا اللقاء هذا لا شيء سوى الفوز، لا شيء سوى الفوز، لا شيء سوى الفوز في نظري ونظرتي الخاصه ان شاء الله. ثلاثة صفر وانا طروف بوا وفرجونا وبغيناكم الجزائر تسلخوهم شدوهم تقريهم الكوره، والجمهور راه معاكم في اي مدينه وديما عسكرت القبر. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.